السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرض لبرنامج بيستعرض الملفات اللي هي ذات الامتداد سي جي. دي برامج بيستخدم في الماب، أي حد يعني ممكن واحد يستخدم كتير اللي هو شغال في الكاد وكده. فأجي أفتح فايل أوبن جوب أو أفتح الملف، يعني مش لناش إن العدد فيه كتير بس بشوف الملفات. بيفتح الملف دلوقتي بحيث إن أنا أقدر أشوفه من كذا جهة، أتفرج عليه اشوف اللي محتاج فيه غلطات محتاجة تعديل كده. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين اقدر اشوف ال اه تمام فتح لي المشروع اهوت. ممكن اشوف اي حاجة انا عايز اروح ديها، يعني عايز اشوف التكييف لوحده مش اير. ممكن اقول له اديني المشروع كله بس من زاوية مختلفة. عايز اشوفه ايزومتريك، طبعا ده بيدي رؤية أوضح للحاجة. تمام، عايز أشوف بأي شكل من الأشكال زي ما احنا متعودين في برامج زي الأوتوكاد. عايز أقيس أي مسافة أنا عايزها يقدر يقيسها لي.